بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على المسلم الذي من الله عليه بإدراك شهر رمضان ووفقه للعمل الصالح فيه أن يواصل عمله بعد رمضان، فما رمضان إلا مذكر، وما رمضان إلا منطلق إلى الخير. فمن اجتهد في رمضان ثم عاد إلى حاله السيئة بعد رمضان فإنه يمسح ما أثبته في رمضان. والله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا من الله عليك بإدراك شهر رمضان ووفقك للعمل الصالح فلا يقتصر عملك على رمضان، بل تواصل عملك بعد رمضان في طول حياتك، ويكون رمضان منبها لك وزيادة في حسناتك وفي أعمالك، وليس العمل مقصورا عليه فقط. ذكر لبعض السلف أن قوما يجتهدون في رمضان، فإذا انتهى رمضان عادوا إلى الكسل وإلى التضييع، فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالحاصل أن على العبد أن يواصل عمله بعد رمضان ويستمر على ما تعود من الخير، يستمر على الأعمال الصالحة إلى أن ينتهي أجله، فليس له من هذه الدنيا إلا العمل، لا يخرج من الدنيا إلا بعمله، لا يخرج من الدنيا بشيء من المال، وإنما يخرج من الدنيا بالأعمال، إما سيئة وإما حسنة. فأنت إذا بذرت الخير حصدت ثمرته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسلم عبد لله في رمضان وفي غير رمضان. الصلوات الخمس واجبة كل يوم 5 مرات، 5 صلوات في اليوم والليلة في رمضان وفي غيره، وكذلك سائر العمل. مطلوب منك ألا تمر أوقاتك وهي فارغة من العمل الصالح، فهذه الأيام خزائن يودع فيها العباد ما عملوه. في يوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فالمؤمنون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمفرطون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. فليس عندك إلا هذه الأيام التي تعيشها، فعليك أن تشغلها بالخير، خصوصا الفرائض. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بمعنى أن الله يوفقه في هذه الأعضاء، فلا يتحرك في الشر ولا يتحرك في المعاصي، وإنما يحركها في طاعة الله وفي الخطى إلى المساجد، في الركوع والسجود، في سائر الأعمال الصالحة. فهذا هو حظك
من هذه الحياة الدنيا. والله جل وعلا يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون. الجزاء على جنس العمل، من عمل خيرا فجزاؤه الخير، من عمل شرا فجزاؤه الشر، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. علينا جميعا أن نشد عزمنا على حفظ أوقاتنا في طاعة الله وما افترض علينا، خصوصا نقدم الفرائض أولا ثم بعدها ما تيسر من النوافل، وأنت بحاجة إلى ذلك أحوج من الطعام والشراب، لأنها زادك إلى الآخرة. الله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزود، فعليك أن تحافظ على فرائض الله في أوقاتها مع الجماعة، عليك أن تحافظ على الأعمال الصالحة ما دمت على قيد الحياة، فإن هذه هي حصيلتك من هذه الدنيا، أنت لا تخرج منها بشيء، لا بمال ولا بولد، وإنما تخرج منها بالعمل، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا. خرجت إلى الدنيا وليس معك شيء، وستخرج منها وليس معك شيء إلا العمل الذي وفقك الله له في هذه الدنيا. فعلينا أن نتذكر هذا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. قال عمر رضي الله عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. بارك الله لنا ولكم في شهر رمضان وغيره من مواسم الغفران، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.